أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومشاهدي قناة ABC العربية. مشاهدينا اليوم برنامج رواد الأعمال اتجه نحو شركة المسار الذهبي للشحن للقاء مع السيد حسام يونس، وهو مدير وصاحب شركة المسار الذهبي للشحن. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا شرفتونا. أكيد الشرف لنا. أستاذ حسام، نعرف للسادة المشاهدين حضرتك وشركتك ونوع الشركة. حسام يونس من سوريا، من اللاذقية، صاحب ومدير شركة المسار الذهبي للشحن. نعم. تأسست الشركة من سنة 21 بشهر أغسطس، ونحن متخصصين بالشحن والتخليص. حلو. نحكي عن خدمات الشركة، شو الخدمات اللي بتقدمها؟ تمام. نحن بشحن البضائع جنرال كارغو، بنشحن لموردين سواء مثلا قطع غيار سيارات، سواء بمجال الكوزمتيك، سواء بالاغراض الشخصيه الفرنتشر، بجنرال بشكل عام. نعم. اليوم شو بيميز شركه المسار الذهبي للشحن عن باقي الشركات؟ بصراحه نحن بنلعب دور المنافسه بالاسعار والخدمه السريعه، يعني هي اهم ما بيميزنا، والعلاقه الفريندلي اللي بتتم بيننا وبين العميل. جميل جدا. السبب لانطلاقتكم بهيك شركه بقلب الامارات العربيه المتحده؟ صراحه انا كنت اشتغل بشركه متخصصه بالشحن، شفت التسهيلات فيما بعد وعرفت انه الامور هون انه ممكن نفتح شركه، الامور يعني خلينا نقول سلسه، قدرنا، فكرت بالموضوع، عملت دراسة جدوى اقتصادية للموضوع وشفت انه انا قادر افتح هاي الشركة بضمن التسهيلات الموجودة داخل دولة الامارات، وباشرت بالموضوع والحمد لله، وهلأ عم نحاول نطور. نعمة الامن والامان، هل هي ايضا سبب لأنه تبني هيك مشروع بقلب أرض الإمارات العربية المتحدة؟ طبعاً أنا هون من هالمنبر بس بدي أتشكر قادة وحكام دولة الإمارات على هالتسهيلات اللي بيقدموها وعلى الأمن والأمان الموجود بالدولة. طبعاً مثل ما بنعرف يعني هي بالتوب 10 وتصدرت سنة 21، وهالسنة تصدرت أكثر المدن أماناً كمان بال22. طبعا بالاضافه للتسهيلات لرواد الاعمال بالنسبه للتسهيلات المقدمه بانشاء الشركات. نعم. وصراحه انا كان عندي تجربه اول ما فتحت الشركه، رحت على اقتصاديه دبي، خلينا نحكي يعني اول زياره لي لعندهم ما في ربع ساعة. نعم. خلصت الأوراق اللي هي المتطلبات أول شيء، بعدين بعد ممكن نهاية الدوام بيجيني اتصال منهم إنه نعم. كيف الفيدباك كان، في أي ملاحظات، في أي شيء. طبعا يشكروا على هالمجهود. تم إنشاء الشركة يعني خلينا نقول خلال 3 أيام عمل ما شاء الله، يعني وخلال ساعات لا تتجاوز الساعة بكل زيارة لمثلا أي مركز مختص بموضوع الرخص وموضوع تمام. نعم. طب نحكي اليوم عن الخطة المستقبلية، في خططكم المستقبلية لبعدين شو هي؟ هلا ان شاء الله باذن الله عم نفكر فيما بعد انه نحن نفتح افرع ببقية الامارات بحيث نقدر نخدم زبايننا اكثر، مثلا بابو ظبي، منشان عملية تسهيل للزباين. طبعا هون في تسهيلات كمان من قبل شركات اخرى، مثلا انا احيانا في زبون بيتصل معي بيقول لي انه انا مثلا بدي ابعت لك هي الشحنه، طبعا في هو ممكن قادر فورا على التليفون عن طريق اي شركه كورير يوصل لي الشحنه اللي عندي على المستودع. بس انا عم فكر فيما بعد ان شاء الله نحن نفتح افرع بباقي الامارات لنقدر نخدم شريحة أوسع من الزبائن. أكيد كل التوفيق لك أستاذ حسام. شكراً. نحكي طيب أو نعرف السادة المشاهدين باللوكيشن اللي أنتم موجودين فيه حاليا أو رقم تليفون يقدروا يتواصلوا فيه معكم لحتى يقدروا مثلا يراسلوكم أو يتواصلوا إذا بدهم يشحنوا شيء. تمام. نحن بدبي براس الخور الصناعية 2 داخل ساحة علاء الدين للحاويات الجافة، رقم المستودع 42. نعم. كل الشكر لك الأستاذ والسيد حسام يونس، مدير شركة المسار الذهبي للشحن، نورتنا بهالحلقة. أهلا وكل الشكر لك. نورتونا وشرفتونا.
أهلا وسهلا. أما هلأ مشاهدين وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال، بنلقاكم حلقة جديدة، إلى اللقاء.